احنا ما بعرف نقفل المخدرات. يا لهوي انت بقى صاحبه الشقه. انا يا حضره الضابط صاحبه الشقه. خير يا سلام. اخباري وجايين نتاكد منها. اخباريت ايه؟ ما لناش حاجه يا فندم. ما لناش اي اثر للاتصال بالشقه يا فندم. كده طب يلا بينا. ايه هو اللي يلا بينا؟ مش هفهم الحكايه الاول. كان بلاغ فيكي والظاهر انه بلاغ كاذب. بلاغ ايه؟ البلاغ بيقول انك بتتاجر في المخدرات. مخدرات؟ يا لهوي، وانا هتاجر في المخدرات ليه ان شاء الله؟ ده انا ارملت الحاج عبد الستار للاكبر تاجر جلود فيكي يا مصر، ومعايا فلوس بالكوم. الله اكبر، يا رب يزيدني. على العموم احنا متاسفين، يلا بينا. ها هنعمل ايه؟ انا خلصت اجراءات القلب الجديد وبعتها. بعتها لمين؟ لبنوك الاعضاء بره مصر. والموضوع ده هياخد وقت طويل؟ في الحقيقه هي ملهاش وقت محدد. احنا بنبعت اسم المريض على الويتنج ليست عندهم، ولما بيتوفر عندهم القلب المطلوب بيتصلوا بينا، الوزاره بتورد ثمنه، وبعدين بنسافر على طول. طبعا ده بيبقى قلب واحد ميت في حادثه. ظروف الوفاه مش مهمه يا اشرف بيه، لانها كتير. المهم ان القلب يكون سليم، وتحليل الانسجه بتاعته تتوافق مع انسجه ابنك عمر، لان لو ده ما حصلش لما هنيجي نزرع القلب الجسم هيرفضه. هو مش اي قلب ينفع نزرعه له؟ لا طبعا، الانسجه وفصيله الدم بيلعبوا دور مهم جدا في العمليه بتاعتنا. ان شاء الله ربنا يسترها معانا. اشرف بيه انا عايزك تطمن، الاجراءات ماشيه تمام، وفي ظرف ايام هتكون على الويتنج ليست عندهم. اطمن. انت ونورة بالذات هتتعبوا قوي يا سعد. ايوه اشمعنى انا ونورة بقى بالذات؟ لانكم ولاد عز متدلعين ومولودين في بقكم على ادب. عارف يا مختار؟ قول. انا يعني المشكله ان انا ما تعودتش اعيش مفلس، مفيش في جيبي ولا نكله. بابا الله يرحمه كان دايما بيقف جنبي وبيساعدني وبيعوضني كل اللي ناقصني.